أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان وسط هذه الأجواء المثالية في كرة القدم. يسعدني بأن أكون معكم وهذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوام. نرغب في مشاهدة مباراة مثيرة وممتعة في كل لحظاتها. الكل متحمس منتظر هذه المباراة بفارغ الصبر. اليوم مع هذه الأجواء نبحث عن مباراة كبيرة، نتمنى بأن نشاهد جمال كرة القدم، نريد أن نستمتع بكل دقيقة تنقضي. كبيرة والكثير من الأهازيج في المدرجات، ضربة البداية لهذا اللقاء سفيان برابط، والآن مع حكيمي اعتراض ناجح من لابورت، لكن اللعبة لم تحقق أي تأثير يذكر. وصلت إلى أويرا زبال، سفيان برابط تدخل هنا لاستعادة الكرة مرة أخرى. صافرة وخطأ، هل تكون هناك بطاقة؟ يتدخل هنا ويعترض طريق الكرة. كرة مع فيران توريس. يصوب بقوة، يعترض طريق الكرة. والتسديدة لا تمر. وصلت إلى موراتا، الكرة مضيعة من إسبانيا. تدخل ممتاز وابتكاك للكرة في منطقة الخصم. بيدري ملعوبة إلى جوردي ألبا، ملعوبة إلى أويرا زبال. والآن مع حكيمي، يلعبها في مكان، كرة سهلة لم تشكل خطورة، كان استغلال الفرصة بشكل أفضل ووضع الكرة في الشباك. تشتيت الكرة بعيدا عن المنطقة، الراية مرفوعة والتسلل قريب جدا. ملعوبة إلى جوردي ألبا، وصلت إلى لابورت. تلبيس سد الظلال، ملعوبة إلى أويرا زبال. تدخل ناجح لاستعادة الكرة.
الحكم. وصلت لحكيم الزياش. اعتراض للكرة في مكان ممتاز، لكن يتدخل الدفاع هنا ويقطع الطريق ويمنع الخطورة. الخطورة تتوصل، الله على استخلاص الكرة. ولم تتحول إلى ضربة مرمى. ملعوبة إلى كوكي، وصلت إلى كوكي. كرة مع بوسكيتس. ملعوبة إلى كارفاخال. ضاعت الفرصة، يفقد الكرة. سفيان برابط. تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة. تصل إلى بيدري. كرة مع بوسكيتس. سفيان بوفال. بدون تسرع، الحفاظ على الكرة، الاستحواذ وبناء هذه المحاولة. ممتاز في قراءة اللعب. ملعوبة إلى كوكي. كرة مع فيران توريس. مراتا. لكن تنتهي الخطورة هنا للأسف. والصافرة الآن تعلن عن انتهاء شوط المباراة الأول. ضربة البداية للشوط الثاني مع المنتخب الإسباني. تمكن هنا ونجح في استعادة الكرة. سفيان برابط. كرة مع فيران توريس. فيران بكرة صح، خلص الكرة في اللقطة الماضية. هجمة منظمة قد تشكل خطورة. سفيان برابط. فيران توريس. وصلت إلى لابورت. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. كارفاخال. تصل إلى بيدري. الفريق يخسر مشروع هجمة. فيران توريس. كوكي. لم تستغل هذه الفرصة. يتمكن من استعادة الكرة مشاهدينا. انظر إلى اللقطة، يستعيد الكرة. ملعوبة إلى بوسكيت. تدخل وحكم المباراة يحتسب هذا الخطأ. سنشاهد هل يكتفي بذلك. تغيير الآن في صفوف الفريق. كرة تقف لحارس المرمى بدون مشاكل. جوردي ألبا. وصلت إلى كوكي. ملعوبة إلى بوسكيت. ملعوبة إلى كوكي. كرة تصل لسرابيا. ألبا ينجح في استعادة الكرة لفريقه. إلى إيريك غارسيا. عند الكرة في مكان خطير. تدخل هنا يستوجب احتساب ركلة جزاء.
التغيير لمصلحة إسبانيا. حول ضربة الجزاء في المرمى بثقة كبيرة. ركلات الجزاء تحتاج إلى تركيز وأعصاب قوية للتسجيل. إعادة الهدف من زاوية مختلفة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. كرة بتتخلص بعد عمل جيد حقيقة. كرة تصل لسرابيا. كرة مع بوسكيت. الناروخا يفقدون الكرة. فرصة خطيرة. تسويف لكن بدون تركيز. مرت الكرة إلى جانب المرمى. إذا كان القرار وبالتالي عليه. مغامرة كبيرة من جانب المدرب. شراك 3 لاعبين في نفس التوقيت قد يغير هذا من شكل الفريق، لكن حقيقة فيها مغامرة كبيرة. تصل إلى بيدري. كرة مع بوسكيتس. ملعوبة إلى سرابيا. هجمة كرة عند المنتخب الإسباني. ملعوبة إلى بوسكيتس. بيدري. تسديدة قوية على المرمى، لكن بدون دقة في التسديد راحت الكرة بعيدة بدون ما تشكل خطورة. 8 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. كانت فرصة في هذه اللحظات لكن ضيع الكرة. خطرة لحكيم زياش. تصدي حافظ على الفريق في إدراك التعادل حتى اللحظة الأخيرة من عمر اللقاء. كرة مع بوسكيتس. تدخل في توقيت مناسب. الله على استخلاص الكرة. بيدري. ملعوبة إلى أويارا زبال. وصلت إلى جوردي ألبا. شوف استعادة الكرة. وهذه هي صفرة نهاية المباراة. ينجح الزوار في تحقيق الانتصار. الأمور كانت قريبة في الملعب. فارق هدف حسم الأمور في النهاية. من المهم جدا بأن الفارق كان لمصلحتهم في هذا اللقاء.